السلام عليكم، أنا اسمي سلطان عبدالكريم جميل من العراق بغداد، جيت محافظة سامسون على مستشفى بيوك أناضول. هسه أنا جيت على دكتور فولكان كش، يعني كانت عندي السمنة ومفاصل وأجريت عملية تكميم المعدة والحمد لله والشكر، كان وزني 108 وحاليا هسه 80، صار لي 4 أشهر يعني من جريت العملية والحمد لله والشكر، يعني حسيت بفرق. وأنصح كل واحد عنده سمنة مفرطة يجي يبادر ويجي يسوي هاي العملية، لأنه عملية ناجحة وكادر طبي يعني كلش جيد، والدكتور كلش ايديه حلوة وخفيفة والحمد لله والشكر يعني، واشكر كل اللي ساعدني بهاي العملية.